حياك هاني تحت، تعال حياك حياك، تعال حياك. شلونكم؟ وينكم؟ صار لي ساعة انطركم. عقد خل ابطل لي كم برغي على ما انتم تيون. انا رحب فيكم في برنامجكم لعبة وقانون. جميل جميل، عطي مفتاح 425 وثلاث ارباع. المهم اليوم حلقتنا شنو؟ راح نتكلم عن المبارزة. المبارزة بدت وين؟ في ايطاليا. بعد ايطاليا وين انتشرت؟ راحت فرنسا في عهد الملك تشارلز التاسع. المهم صارت احداث دمويه، واحد قام يذبح الثاني وصار دم للركب. قال ملك يا معوش هالعوار الراس، قام بنا على المبارزه في وين؟ في فرنسا. سؤالنا اليوم حق الجمهور شنو؟ شنو معنى الايباي والسابر والفلوري؟ لحظه خل ابطل البرغي هذا، عرفتوا؟ السابر والايباي والفلوري. على ما تشوفون الاجابه خل ابطل لي كم برغي. من تلمس الأخرى قبل ريتا كوني الألمانية والإيطالية تنجح أمامكم بالأبيض، باللون الأبيض الكامل. نجاح مرة أخرى للإيطالية. كانت متقدمة 6-2 الإيطالية، والأسبقية لها الإيطالية على اليمين باللون الأبيض أمامكم، والألمانية على اليسار. وفرحة المدرب الإيطالي لأن الإيطالية متفوقة بوضوح 14-5، ثم في نهاية هذا اللقاء تنجح مرة أخرى فالنتينا فيتزالي. شو المقصود بالفلوري والسابر والإيباي في لعبة المبارزة؟ الرياضة، أنا قاعد تسألني عن كرة قدم أنت ولا الرياضة عموما يعني؟ لا رياضة قلت لك. شوف فلوري والسابر والإيباي في المبارزة. السيف والشنو الحزام مال المبارزة هذا اثنين، وهذا شنو الورا هذا اللي يربطون فيه. شنو المقصود بالفلوري والسابر والإيباي في لعبة المبارزة؟ ليش عاد تصيدون علينا احنا عشان يعني بالقدم عشان توهقونا؟ والله انا اسف جدا، ما يعني ما عندي خلفيه عنهم. ما المقصود بالفلوري والسابر والإيباي في لعبة المبارزة؟ تفرق وايد. شو الفرق بينهم؟ لا فرق الملاعب تفرق وشغلات تفرق 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 وايد تفرق. زي معناتهم شنو بالمبارزة؟ الفلوري يعني شنو؟ هذا مال الشيء بس ما معناته والله ما أعرفه بالضبط. زين والسابر؟ ما أعرفه والله. والإيباي؟ ما أعرفه. ما المقصود بالفلوري والسابر والإيباي في لعبة المبارزة؟ ذي الأنواع ألعاب، السابر اللي طق السابر لتش، والإيباي لازم بأي مكان بجسم، والفلوري محدد مكان الصديري. الفرنسي أوبري يحاول أن يعدل النتيجة بعد تقدم الإيطالي روتا.
روتا يستمر في تقدمه الإيطالي. روتا الإيطالي. وتتقدم إيطاليا. تتقدم إيطاليا. اللقاء الثاني. اللقاء الثاني والمحاولات الفرنسية للتعديل. ملامسة نقطة دائما. المقصود بالفلوري والسابر والإيبي في لعبة الممارزة؟ لا هذه ما عندي خبرة فيها. والله ما عندي خبرة في هالشيء هذا. ما المقصود بفلوري والسابر والإيبي في لعبة الممارزة؟ المقصود في المسافة يمكن بين الأقطار بالملعب. هم ثلاثة، فلوري يعني شنو؟ وسابر يعني شنو؟ إيبي يعني شنو؟ الفلوري 60 والسابر 30 والإيبي 20.